الله والصلاة والسلام على سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم حبايبي المشاهدين، النهاردة ومن أنطاليا هنتفسح معاكم إن شاء الله في أجمل شارع في أنطاليا. بصوا، أجمل حاجة في شوارع أنطاليا بقى وأنت ماشي كده عايز تعدي السكة التانية دي، حاطين سلم هنا كهربائي على طول، سلالم كهربائية في كل حتة. دي حاجة بتمتاز بيها أنطاليا بصراحة، يا سلم كهربائي أو أسانسير في الشوارع، يعني عايز تعدي أي سكة من هنا لهنا هما موفرين ليك الحتتين دول. هنا ده مكان الأسانسير هنا. بصوا المنظر يا جماعة رائع ازاي. بصوا الكوبري تحب تمشي عليه، بص ما شاء الله الكوبري نفسه تحفة تحفة. دي شوارع أنطاليا اهي يا جماعة. بصوا الشجرة هنا وطرحة ازاي، ده صيصي يعني، هو كان عايز يتلقح، البلح ده عايز يتلقح بس يبقى زي الفل. ننزل على السلم الكهرباء ده تاني كده. أنطاليا بلدية. أنطاليا في منطقة مراد باشا. طبعا منطقة مراد باشا يا جماعة من المناطق اللي هي وسط البلد، كل المواصلات بتتجمع فيها، يعني وسط البلد في أنطاليا. زي ما انتم شايفين كده المكان، احنا هنا وسط البلد بالظبط، لذلك هناخدكم ونفسحكم في شارع جميل جدا. هنا الرغيف في الفرن يا جماعه ب2.5 ليرة، رغيف كبير اللي هو الفرنساوي الكبير ده، تركي بقى مش فرنساوي. خلي يا ماما خايفه بنت اللذينه. شركه فيستال فاتحه هنا اهي في الميدان. عاملة عروض على فكرة حلوة جدا يا جماعة، هي عاملة عروض جميلة جدا اهي. الجرانيت 49 ليرة بدل 69. بصوا عصرت الجزر 700 ليرة اهي ما شاء الله، عصرت الجزر اهي تحفة جميلة جدا. يلا بينا نتمشى في الشارع الجميل ده، أجمل شارع في أنطاليا أهو ما شاء الله. بصوا يا جماعة منظر الشارع ده تحفة. ده من الشوارع اللي تحب تتمشى فيها في أنطاليا هنا، أعداد جميلة
المحلات هنا كلها بانواعها موجودة هنا في الشارع ده. سنتر عايز تتصور، عايز اي حاجة، المحلات هنا موجودة كلها. كافيتيريات، بصوا العادات الجميلة هنا، تحفة، عادات جميلة جميلة ما شاء الله، رائعة. دي شكل المباني يا جماعة هنا في أنطاليا اهي، منطقة مراد باشا. بصوا كل الناس بتخرج هنا فسح الكلب على شريط التراب. الشارع ده اسمه شارامبول، شارامبول جرداسي. شارع شارامبول جرداسي مراد باشا محل سي. طبعا احنا عارفين ديت يا جماعه الاكله الجميله دي، منظرها تحفه تحفه ما شاء الله. ودي اللي هو سندوتشات ال شيكوفله اللي هي ملهاش دعوه بالكفته، شيكوفته اللي ملهاش دعوه بالكفته، عبارة عن بهارات للناس الجديدة يعني، فلفل وشطة وحاجات زي كده يعني. عايز تخش جوه الكاميرا، تحبوا التصوير هنا أهو على فكرة، ما شاء الله يعني. العجل هنا بقى يا جماعة متعة، العجل هنا متعة. ليه؟ الشوارع هنا لا طالعة ولا نازلة، الشوارع هنا مستطيلة في منطقة كيبز ومنطقة مراد باشا والمناطق اللي حواليها وكمان كوناليتي، انما في مناطق تانية بتبقى صعبة شوية عند الجبال. دي اللوز ده ب25 ليرة يا جماعة كيلو، والسوداني ده ب25 ليرة. تجيب لوز ولا تجيب سوداني؟ استنى تعليقاتكم بقى عشان الواحد بصراحه يعني. بصوا ادي السودان اهو ب25 ليرة كيلو، وادي اللوز ب25 ليرة. شوف انت تشتري ايه بقى، دي بليرة الحاجات دي ان شاء الله، السوداني بليرة، الحمصية سمسمية دي بليرة، الحاجات دي اللي زي عندنا يعني. ف
ايس كباتي هنا ب10 ليرة يا جماعة ايس كاب. القعدات هنا جميلة جدا ما شاء الله. بصوا الجو جميل جميل يا جماعة. بصوا بيعملوا القهوة هنا بقى. القهوة مش برضو ما شاء الله بيعمل القهوة هنا بيعمل القهوة هنا على على الفحم ما شاء الله. تمام يعني سارة قعدات جميلة جميلة. ده الشارع يا جماعة اللي فيه الفندق اللي انا خدته اهو في الشارع ده قعدت فيه قدام كده اليافطة اللي هي الصفرة الثانية. فندق بصراحة تحفة ما شاء الله. اوتيل محترم يعني. بص العصائر هنا يا جماعة. العصائر هنا رخيصة على فكرة. يعني سعر العصائر هنا جميل يعني ممتاز ما شاء الله. بصوا بيعصر لك هنا كله فريش قدامك اللي انت عايزه. ما شاء الله في ناس التركي بتاعها واضح يعني تفهم منه وفي ناس ما تفهمش يعني لوك 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 ما تفهمش حاجه. بيبقوا دول جايين من ايه من الارياف بتاع حاجات زي كده يعني ليهم لهجه معينه. انما اللي بيتكلم تركي بقى دايما المثقفين يبقوا زي العسل. المثقف بقى بيقول تركي جميل جدا او يعني حاجه زي كده. مثلا ما نقول عندنا احنا القاهري يعني يعني في ناس بتتكلم هنا تركي عامله زي مثلا الصعايده عندنا زي بتوع اسوان. تركي تركي يعني بس ايه اسواني تركي اسواني تركي كده يعني. انما في كلها جلسه انما منطقه مراد باشا يا جماعه من المناطق اللي هي غير كيبس خالص يعني. منطقه كيبس منطقه محافظه بنسبة مثلا 80% 90% كده يعني. الشارع ده كان هنا في الأرضية فرشة كلها خضرة. شالوا الفرشة دي بيعدلوها يعني. ما سألت واحد قال لي هيغيروها بيعملوا هنا صيانة فبيشيلوا شالوا الفرشة القديمة ويحطوا فرشة جديدة تبقى الشارع ده كله يا جماعة لون واحد. الأرضية دي كانت الأرضية الأولانية خضراء زي ما انتم شايفين كده الخضار ده أهي يعني شالوها منها ويبتدوا يحطوا كانت أخضر في أحمر في ألوان كده. كان الشارع ده رهيب رهيب يعني. فقال لي بيعدلوها بقى على حظك فشالوا القديم وابتدوا إيه هيبتدوا يحطوا جديد يعني. بصوا الموبيليا بقى والشياكة هنا ما شاء الله. غرفة النوم هنا ب 12900 يا جماعة. بصوا الترام بقى اللي بيمشي هنا بقى جميل جميل يعني ما شاء الله. بيروح منطقة اسمها فاتيح. غرف النوم هنا يعني ب 12000 غرف النوم الجديدة. طقم الصالون بيعمل 2560 صالون الاسعار الخضار والفاكهه يا جماعه عامل زي اسطنبول. فسالنا الاسعار ديت عامله كده ليه يا جماعه؟ قال لك علشان علوا عليهم التامين بتاع السوق نفسه يعني الاجره نفسها عليت عليهم.
غير عملية السولر اللي زاد سعره، فده أثر عليهم. بس الشارع ده جميل جميل ما شاء الله، تحب تقعد فيه لذيذ يعني. محلات المكسرات هنا موجودة برضو في كل حتة ما شاء الله، يعني عندهم كده من بره كده الفاكهة، يعني الفاكهة بتسعة وسبعين وتسعين قرش، يعني 80 ليرة الفاكهة، بثمانين ليرة الفاكهة المجففة يا جماعة، بثمانين ليرة. طبعا ان شاء الله احنا بنفرجكم كده على شارع في المدينة، وانا لمحت كده كم سعر، اعتقد ان الاسعار هنا ارخص من اسطنبول بنسبة 50% ان شاء الله، يعني بمعنى اصح اللي معاه 200,000 ليرة يجي ياخد شقة حلوة في انطاليا، 200,000 ليرة يجي ياخد شقة حلوة في انطاليا، شقة حلوة في عمارة نظيفة. لاني انا شفت شقة دور رابع عند سمسار، الشقة ديت كانت 180 متر ب600,000، الدور الرابع عمارة بأسانسير وشيك، فطبعا وفي مراد باشا هنا، فطبعا انت بالنسبة للسعر يعني النص، يبقى سعر المتر كده في 90 متر عامل 300,000، شقة في عمارة بالاسانسير دور رابع يبقى تحفة. فتخيل انت بقى لو خدتها في منطقة كيبز، منطقة جديدة هناك جميلة كلها عمارات، فممكن تحصل على شقة ب200,000 بنفس المساحة، وتاخدها كمان دور تاني. عاملة ايه ان شاء الله ونشوف الفرق. يوزبير هنا نفس يوزبير هناك، نفس الاسعار مفيش مشكلة في يوزبير. البيم نفس النظام برضو يا جماعة، الشوك برضو نفس الاسعار، هي هي يعني التلاتة موجودين زي ما هم. بصوا العمارات اهي، ده كله في مراد باشا. محل هنا هو للايجار، المحل ده في اللذيذ، بس طبعا اللي هيفتحه ما يفتحش فول وطعمية يعني، مش هيمشي، لازم يفتح حاجة تركي يعني. هنا في انطاليا يا جماعة نسبة العرب هنا قليلة، يعني نسبة العرب هنا في انطاليا قليلين، انما في ازمير العرب كتير. في ازمير
هل هم زادوا بقى في خلال اخر 3 سنين؟ الله اعلم. يعني لما كنت هنا كان الـ يعني المصريين هنا يتعدوا على الصوابع يعني. الأماكن هنا جميلة، الحدائق الجميلة بتاعتها. شوفوا أكبر شنطة ب250، أكبر شنطة ب250. الشنط دي بتتحط في الطيارة يا جماعة الصغيرة دي. دي ب159 ليرة السفرة دي. التيشيرتات دي ب20 ليرة يا جماعة، والتيشيرتات دي ب15. الجو جميل جميل ما شاء الله، الجو هنا جميل. شهر 9 تحفة. درجة الحرارة هنا في أنطاليا يا جماعة 26 درجة النهاردة. الشربات دي ب10 ليرة، دي ب15، في ب20. الميزة هنا يا جماعة في عملية الشحن بتاعة الكارت أنطاليا، موجود في كل محطة باصات أو أتوبي أو ترام، موجود تشحن. يعني دي ميزة هنا في أنطاليا بصراحة. زائد إنك أنت بتنزل أبليكيشن بتعرف ميعاد الأتوبيس، ما بتفضلش واقف مستنيه، وبيجي بالظبط. يعني الأبليكيشن بتاع كارت أنطاليا بيبقى مظبوط بالدقيقة يعني. جنس ب40، دي ب40، في قمصان تانية ب30 اهي. عندهم مقاسات كبيرة. كل بيقعد بقى في البلكونات، الجو جميل جدا في البلكونات. في ناس مركبة شماسي كمان في البلكونات هنا. الموتوسيكلات هنا حلاوتها يا جماعة، يعني أغلبية الموتوسيكلات اللي هي بتمشي من غير صوت، اللي هي بالكهرباء، موجود هنا في أنطاليا. وكمان في أنطاليا هنا ما تسمعش صوت الكلاكس. 99.9% من السواقين ما بيضربوش كلاكسات، الأتراك ما يضربوش كلاكسات خالص. تمشي ما تسمعش صوت الموتوسيكل، لو عنده صوت يمشي بالراحه شويه. شيء
الشارع ده بيطلع على ماركة انطاليا، مول ماركة انطاليا. المحل ده بقى فيه جميع انواع الشوربه يا جماعه، اسمه بيت الشوربه. اسعار السجاده هنا يا جماعه ده 3 متر في متر ب 150، المتر في مترين ب 100 ليره بس كده اهو. ده عايزكم تستمتعوا يا جماعة بمنطقة أنطاليا. شوفوا الشوك اللي هنا اهو، محل شوك ده، محل صغير. لا ده مش صغير، ده كبير، ده هو الفرق. أسعار البيبيات 20 ليرة. الله أكبر الله أكبر. الشيرت ده شيك او ب 30 ليرة. شو ده؟ لا اله الا الله. كل جيبة دي ب 20 ليرة، تخيلوا 8 سندوتش شاورما. الجيبة دي ب 8 سندوتش شاورما. شو ده؟ لا اله الا الله. دي بعشرة ليرة. عشر ليرة. محل ده رخيص على فكرة. لا حول ولا قوة. اليوم
Osman Baba'yı kaç mı? 4 mu? Kusura bakma kaydı. ده هنا بتاع المكسرات يا جماعة، زي موجود في بتاع اسطنبول برضه نفس النظام. المحل ده بيبيع كل حاجة، يعني بص أدوات المسامير عنده الباكت ب3.5 ليرة، أي باكت مسامير زي ده، وعنده ملابس داخلية وملابس خارجية وكل حاجة ما شاء الله. انت مش سايب حاجة ما شاء الله، يعني حاطط المحل كل حاجة. ده كنت فاكره ملابس، ده في نظارات كمان ما شاء الله. 7.5 ليرة يا جماعة. يمكن المعقم ده 15 ليرة. يمكن ده تبسي دي عاملة 7.5 صينية. حاجات جميلة يعني. شبشب ده جلد اهو 30 ليرة. غسالات بيستال جديدة نوب يا جماعة، 3866 ما شاء الله. طبعا بيستال معروفة ودرجتها عالية جدا، بيبيعوا كمان بالقسط هنا ب283 بالتقسيط، يعني انت هنا ممكن تقسط تلاقي رقم كي صغير كده، ده تقسيط بتقسط كل حاجة وتملى شقتك. ولحد هنا يا جماعة نقول لكم فيديونا انتهى في منطقة مراد باشا. وبنقول لكم ان شاء الله استنونا فيديوهات اخرى باذن الله في منطقة في مدينة انطاليا ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.